الجوف وشهور الحرب 15، ماذا غيرت وماذا لم تغير في ملف دلالات التقدم فيه ثمينة وضحاياه بالمئات. العيون مشدودة إلى معارك الغيل والمتون الواقعة غرب المحافظة. يريد الحوثيون التمسك بتلابيب هذه الأرض قبل استئناف الجولة الرابعة من المفاوضات، ويستميت الجيش الوطني في انتزاعها منهم، ولن يتنازل عنها لأنها ضمان للمناطق التي استعاد السيطرة عليها، وبدونها يصعب تأمين مركز المحافظة بالكامل والتقدم صوب اختراق جبهة صعدة وصنعاء من جهة الشرق. 15 شهرا من الحرب مكنت الجيش الوطني والمقاومة من تحرير مركز المحافظة وعدد من المديريات، لكن من المبكر الحديث عن بسط كامل ودائم للسلطة الشرعية فيها. بقاء المكاتب الحكومية مغلقة والخدمات عاطلة وغائبة لا يبشر بخير، ويبدو أهالي المحافظة غاضبين وغير راضين عن الوضع الذي يعيشونه ويشهده مركز المحافظة، فيما السلطة المحلية لا ترى في يدها إمكانية إنعاش الخدمات في هذا الظرف، وتتعذر بعدم وجود موازنات تشغيلية حتى في المستشفيات. لماذا لم تحسم السلطات معركة الجوف حتى الآن؟ ولماذا لم تضع يدها المسؤولة في خدمة الناس وتأمين حياتهم في المناطق المحررة ما دامت مؤسساتها خارج قبضة الميليشيا؟ أسئلة لا تحضر هنا في الجوف وحسب، لكنها تحضر في أكثر من محافظة ومنطقة محررة، بينما لا تبدو الإجابة عنها مبررة في هذا الظرف، وتعتقد السلطة الشرعية أنها تخوض معاركا بالبندقية فقط، غير مدركة أن معركتها الحقيقية المهمة هي في تطبيع الحياة وإنعاش الخدمات. فالدولة لا تقاس في ذهنية الناس إلا بمدى حضورها في تأمين حياتهم وتوفير الخدمات لهم.